خلينا نوقف النداءات دقيقتين تلاتة عشان في كذا سؤال اتسألناه عاوزين ان احنا يعني ايه نشرحهم بايضاح. اي حد في اي دولة في العالم من حقه ان هو يقدم على طلب زيارة لامريكا. يبقى اي حد في اي دولة في العالم من حقه ان هو يقدم على طلب زيارة لامريكا. طيب ايه هي شروط الزيارة؟ شروط الزيارة الاساسية والاهم انك تثبت انك انت جاي امريكا بصفة مؤقتة بغرض السياحة او الزيارة وانك هترجع تاني. ازاي نقدر نثبت ده؟ طرق كتيرة جدا 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 جدا. اهمها هل انت متجوز او مش متجوز، مخلف او مش مخلف، تشتغل ولا بتشتغلش. لو انت متجوز هل هتسيب مراتك؟ ده بيبقى نوع من انواع العوامل ان انت هترجع عشان مراتك. لو انت مخلف هل هتسيب عيالك ولا هتجيب عيالك؟ لو انت بتشتغل هل هتاخد اجازة ولا هتسيب الشغل؟ هل هتقدم اللي جاي زيارة مش اللي هنا اللي هو في الدولة الاجنبية؟ هل انت هتقدر تجيب جواب من الشغل يقول ان انت هيدولك الاجازة دهيت؟ هل عندك املاك؟ هل عندك حسابات في البنوك؟ هل انت رجل فعلا من المقابلة بتاعتك؟ يعني شوف الاخت اللي اتكلمت قالت لك ماما انا عندي جنسية ومدوش لماما واختي. ماما واختها اكيد وهم بيعملوا انترفيو بيحسوا اذا كان جاي ولا لا. طب ايه تاني مطلوب؟ يقول لك يعني لو له قريب او صديق او عشان هم دايما بيقولوا له ايه؟ تحت تعمل ايه في امريكا؟ تعرف حد؟ اه والله اعرف صديقتي الاخت اليمنية اللي كانت اتكلمت. طب هي بعتت لك جواب دعوة؟ يعني بيحاولوا بس ايه يبرروا الزيارة. فجواب الدعوة بيبقى كلمتين مش اكتر من كلمتين، انا فلانة الفلانية بدعو صديقتي فلانة الفلانية انها تيجي تقعد معايا وهتعيش معايا في البيت او هتقعد في الوقندة، نقول الحقيقة يعني، وان هي هتقعد سافة شهر وترجع. ما الاخت المقدمة الدعوة او الاخ المقدم الدعوة بيشتغل، بيعمل ضرائب، ما بيعملش ضرائب، كلام ده ملوش اهمية. اهم حاجة في الشخص اللي بيدعو من امريكا انه يكون عنده اقامة قانونية في امريكا، بمعنى انه ما يكونش مخالف، انه ما يكونش قاعد بطريقة غير قانونية يقوموا يمنعوه ان هو يجي عشان خاطر يعاقبوا الشخص اللي هنا. بس لو الشخص اللي هنا مش مخالف قاعد بصفة قانونية من حقه ان هو يدعو حد، لدرجة ان الطالب اللي بيدرس في امريكا لو في طالب قاعد في الجامعة بيدرس وامه وابوه او اخوه عاوزين يجوا يشوفوه يطمنوا عليه وهو بيدرس مش قادر يرجع، من حقهم يجوا يشوفوه وبيدوا فيز سياحية للأب والأم يجوا يشوفوا ابنهم اللي بيدرس. فبالتالي تطلع شائعات جامدة جدا في الكوميونتي بتاعتنا يقول لك لازم تجيب 5 يضمنوك ولازم تجيب 10 فدادين أرض ولازم، كلام ده غير صحيح تماما. أهم حاجة النية إنك ترجع، وعليك إثباتها بشتى طرق الإثبات. والشخص المقيم في أمريكا ليس عليه اي عبء او مسؤولية، فهو بيشتغل ما بيشتغلش، بيعمل فلوس ما بيعملش فلوس، كلام ده ملوش اهمية. وكمان عشان برضو بيجي لي مكالمات اسئلة يقول لك والله انا عاوز ادعي اخو مراتي او عاوز ادعي ابن اختي دعوة بس انا خايف لو جه ما يرجعش، هل علي مسؤولية؟ لا ما عليكش مسؤولية. وعشان كده ساعات هم بيرفضوا حتى لو قدمت الدعوة بيرفضوا، ان دي مش معاملة سحب، دي مجرد طلب زيارة. وبالتالي هم عندهم سلطة تقديرية، يعني الراجل الواقف في الشباك في السفارة عنده كافة الصلاحيات بدون مناقشة وبدون مراجعة من اي سلطة انه يقول اه هديك فيزة السياحة، لا مش هديك فيزة السياحة. فبالتالي الشخص اللي واقف هناك ده كونسلر هو سلطته ان يقول اه او لا. بالمرة قبل ما ناخد النداءات اللي عمالة تتكلم، مش معنى انك اخدت فيزة السياحة انك هتخش امريكا.
علمونا في منظمة إيلا الهجرة إن اعتبر فيزة السياحة دي تصريح إنك تعدي المحيط وتيجي تقدم طلب الدخول على الباب. يعني فيزة السياحة تعتبر موافقة إنك تيجي تقدم طلب دخول أمريكا على باب أمريكا، لكن لا يعني إنك هتخش أمريكا. وبالتالي بنشوف ناس كتيرة جدا بتيجي يقول لك ده كان جاي وبعد ما وقف رجعوه على أول طيارة، رجعوه على مش عارف إيه. سلطة مطلقة جدا برضو للراجل الواقف على الباب اللي هو حرس الحدود أو السي بي بي كاستم أند بوردر بروتكشن، إنه هو يقول آه أو لا من غير معقب. والشخص اللي بيجي على الباب مالوش الحق لمحامي، هو لسه ما دخلش امريكا. بيبص، يعني عندي ناس بيقول لك دخلوهم وختموا لهم، شكوا فيهم، فتحوا الشنط لقوا حاجات تبين ان هم ناويين يقعدوا، معهم 12 شنطه، معهم 15 شنطه، ايا كان رجع. فبالتالي مش عاوزين ندي الفيزا السياحه اهميه كبيره قوي. انا حاسس ان الكوميونتي عندنا مديها اهميه جامده قوي، يعني معاملة ونعمل. وبعدين بقى احلى حاجة ايه؟ يعني المكاتب الهجرة اللي في الشوارع اللي احنا بنشوفها دي كل يوم عاملينها بقى زيطة، وعاملين بقى انها هنعمل لك وهنجيب لك، والمكاتب اللي هناك ألعن وأضل اللي في الدول العربية اللي جنب السفارة والتحت السلم هكتب لك. ما نعملهاش أهمية ان هي مجرد الانترفيو هيقول اه او هيقول لا حسب ما الشخص يرتاح له، يعني حسب ما يحس ان هو جاء ويجي او مش ناوي يجي. اكتر خلطة انا بقابلها الست اللي كلمتني دلوقتي، طب انا قاعد على الهوا النهاردة قدام التلفزيون وفي 100 ودن و100 عين شايفاني، تقول لي هو عاوز يجي ياخد زيارة بس ما يرجعش. طب ازاي يعني ازاي انت عاوز واحد يرد عليك على الهوا ويقول لك والله يعني هيكذب عليه ويضحك عليهم وهو داخل ويلا نعمل؟ يعني انتوا بتتعاملوا مع القانون باستخفاف شديد جدا، وبالتالي بتحفروا قبر للولد اللي في قاعد في المانيا بيدرس ده، اللي مستقبله مضيء بالتقدم ان هو يبقى دكتور او يبقى حاجه كويسه ان انا اجيبه وادخله امريكا بطريقه غير قانونيه. بضحك اول حاجه، بضحك على الراجل اللي قاعد في السفاره، تاني حاجه بضحك على الراجل اللي قاعد على الباب، وتاني مدخله وعمل له عقد جواز والاخر يقفشوا ان عقد الجواز ده مضروب والولد يتعرض للترحيل. وتبص تلاقي قلبنا حياه الناس، قلبنا حياه الاسره، قلبنا حياه الطفل او الفرد او الشاب بطريقه يعني استخفاف بالقانون شديد جدا. فبالتالي ارجوكم انا بعمل البرنامج ده وبسيب بيتي واسرتي في الساعه 8 بالليل عشان اجي اقدم نصيحه للجاليه، اقدم بجد يعني نصيحه توصل لكم ان احنا لازم نتعامل مع القانون باحترام، لازم نتعامل مع القانون بهبة له، وازاي ان احنا نتبع الطرق القانونية عشان ندخلهم. وبالتالي بنبص نلاقي الجنسيات كلها بتخش السفارات بياخدوا سياحة، الا احنا بنخش السفارة ما بناخدش عشان عارفين ان احنا بنكذب، عارفين ان احنا بنلعب، عارفين ان احنا بنيجي ونقدم لجوء، فاحنا كده بنضر الناس ديت. ارجوكم الاحترام القانون، ولازم نعمل يعني طريق قانوني سليم. ازاي الولد ده طب هو جه يكمل دراسته هنا، يدرس، مفيش مشكلة انه يدرس هنا، يستثمر، لو لقى عروسة يتجوز. اياكم والجواز السوري، اياكم، انا بحذركم على الهوى، اياكم والجواز السوري. بنشوف يوميا مهازل، ووعوا للموضوع ده جامد جدا، وبقوا يهتموا بيه جامد جدا، وبقى تحت كل رجل عربي او ست عربية متجوزة على طول خط ان الجواز ده ممكن يكون سوري. وبالتالي اصبح الـ يعني الحابل في النابل، بمعنى ان اللي فعلا جوازه سليم عليه انه يثبت انه سليم، واللي جوازه مش سليم برضو الاتنين بيعانوا. وعشان كده لو انتوا عارفين والناس اللي سمعيني اكيد على دراية، الخطوبة بتتقبل في جميع دول العالم، يعني روسيا، اوروبا،
تشاينا اي دوله حتى لو امريكا علاقتها معها ولا وحشه ولا حلوه بتتقبل. احنا الدول العربيه 75% من فيز الخطوبه بتترفض عشان لعبه بنستعملها. فوالاخر الشخص اللي بيجي في فيزا خطوبه برضه بيبقى دخل بطريقه غير قانونيه بطرق احتيال ونصب، وبيفضل طول عمره يعاني. وانا واثق ان انت سامعني وانت سامعاني، دخل بخطوبه وحياته لغايه النهارده سودة، مش عارف يعمل ورق في امريكا. فارجوكم اسالوا محامين، استشيروا محامين، شوفوا ازاي ان انتوا تخدموا فعلا اقاربكم اللي بره، ازاي ان انتوا فعلا لما تديهم النصيحه او تجيبوهم تجيبوهم على طريق صح، ما تجيبوهمش على طريق غير صح، طريق هيقابله هيدمر حياته، هيدمر مستقبل اسر بشوفها كل يوم في المكتب، مستقبلها بيتدمر عشان خاطر نصيحه غلط. لسه كان عندي ناس في المكتب البارح برضو نصيحه غلط، الحياه اختلفت، الحياه كلها، وبعدين بيحصل خلفه، بيحصل اولاد، والعيال اللي يقعدوا من غير سوشيال سيكيورتي ومش عارفين يتعلموا ومش عارفين يخشوا الجامعه، مواويل. انا اسف النهارده ممكن يكون الموضوع ده انا اتكيت عليه، عشان يعني بجد عاوزين دايما ان احنا ازاي نجد الطريقه الصحيحه ان احنا نقيم في امريكا ونحترم قوانينها. استاذ احسان معانا نداءات قبل ما ننهي البرنامج؟ اتنين، ناخد اتنين.